يا صباح الخير، هنتكلم في الفيديو ده عن البجز او البق. عندي نوعين من البق وشتان ما بينهم، واحدة طيبة وواحدة شريرة شويتين. فاكر لما قلتلك ان عيلة البق دي هي من عيلة الهيمبترا؟ ليه؟ علشان واحدة فيها ما بتطرش وواحدة تانية ايه بتطير. عندك الصفرة الأمورة دي بق الفراش، البيت بق دي ما بتطرش وطيبة، ما بتعملش حاجة غير ان هي بتقرص البني آدم فبتضايقه، بتقعد تقرص فيه طول الليل. اما اللي جنبها دي فدي شريره شويتين، دي بقايه كبيره كده عندها جناحات وينجد بج اسمها ترياتوما، موجوده في امريكا الجنوبيه بس من رحمه ربنا بينا. دي كبيره كده عامله زي الصرصار، بتيجي تتمشى بالليل، الصبح تستخبى في الشقوق، بالليل تروح تتمشى تقرص العيان وتنقل له مرض خطير قوي 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 منتشر في امريكا الجنوبيه، حاجه اسمها تريبانوزوم، امريكان تريبانوزوميز. طيب تعالى نتكلم عليهم واحده واحده. اول واحده هي مين؟ البيت باك، ودي اسمها العلمي سايمكس لكتيولارس، اسمها العلمي سايمكس لكتيولارس. التانية اللي هي الوينجد باكس اللي اتفقنا اللي هي زي مين؟ زي الترياتوما. دي بقايه كبيره كده لونها اسود ومناخيرها طويله زي ما انت شايف، او راسها يعني طويله عامه، عشان كده بيسموها كون نوزد، اطلقوا عليها بعض الاسامي التانية كون نوزد. تاني حاجه هذه البقه في قمه الرومانسيه، ما بتقرصش العيان الا في وشه، يا اما في جنب بقه كده من على الجنب، يا اما في الانجل اوف ذا اي، يا اما في الانجل اوف ذا اي او في الانجل اوف ذا ماوث. فايه فبيسموها الكيسنج باج او الباربرز باج، جايه من الحلاق، او بيسموها الاساسين باج. ليه؟ دي جايه من الاكل يعني، علشان خاطر هي بتنقل فعلا ديزيز خطير اللي هو ايه الامريكان تريبانوزوميز. اتفقنا ان البق ده بيعيش في الشقوق وبيجي بالليل يقرص البيئة العيان ويروح تاني، يروح على الشوق على بيته، يبقى ده temporary ectoparasite، بيقرص دايما بالليل وبيمص دم العيان. البقة اللي هي بقى الفراش البيت باج دايما بتعيش في الشقوق بتاعة الخشب القديمة أو مثلا تحت المراتب، وبتعمل ريحة وحشة في أوضة النوم أو في الأوضة اللي هي بتقعد فيها، بتطلع باد اودر. إيه أهمية البق؟ اول حاجه ان هي بتقرص في العيان طول الليل فبتعمل له انزومنيا، مش عارف ينام طول الليل، ونيرفز اريتابيليتي، يصحى متضايق ومتنرفز من كتر ما هي ايه عماله تقرص فيه. بعد كده قال لك ان هي ممكن تاكت از ميكانيكال كارير، يعني ايه؟ يعني تتمشى، ما هي عماله تتمشى، بتتمشى تروح مثلا على حته مش نظيفه تاخد منها بكتيريا وفيروس تشيلها على جسمها وبعد كده تروح تحطها في الاكل بتاعي، فممكن تاكت از ميكانيكال كارير للمايكرو اورجانيزمز. في ابحاث طلعت قالت لك ان البق ده ممكن يكون مسؤول ان هو بينقل الهيباتايتس بي فيروس اللي هو التهاب الكبدي الوبائي بي صفرة يعني، بس لحد دلوقتي مفيش ابحاث اكدت على الكلام ده. تربان التانية بقى اللي هي الوينجد باكس اتفقنا ان هي بتنقل مرض خطير جدا جدا اللي هو تربانوزوما كروزي. تربانوزوما كروزي ده اسم البارازايت، دي البروتوزوايا احد عيلة الفلاجيليت، بديل كده بتعيش في الدم، بتعمل ديزيز اسمه شاجز ديزيز، نسبة الى العالم شاجز اللي اكتشف الديزيز ده. هذه التريبانوزوما كروزي بتفضل تسرح في دم العيان، تسرح في دم العيان لحد ما تروح تستقر يا اما في قلبه يا اما في الجي اي تي بتاعه في اللارج انتستين بالذات. وبتعمل ايه بقى؟ بتكبر، يا اما تخلي قلبه كبير يا اما كرشه كبير، يبقى يا اما قلبه يكبر، طبعا قلبه يكبر دي مش حاجه كويسه، ده هيبقى عنده ميجا كارديا، القلب مش هيقدر يؤدي وظيفته بطريقه كويسه، او هتروح على السموث ماسلز اللي في الجي اي تي برضه هتكبرها فتعمل العيان ده كرونيك كونستيبيشن. ازاي اقضي على البق؟ هما حاجتين، يا اما المهم واحرقهم. المهم ازاي؟ وانا هشوفهم؟ اه هشوفهم، مش لسه قايله لك دي قد الصرصار، يبقى حاجه كبيره كده، فالم الحشرات دي واحرقها اتخلص منها، او ان انا اروح الاماكن اللي هما بيستخبوا فيها وارش فيها انسكتيسايد. Thank you.